السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا يا طلبة ويا تلاميذ، أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى. في هذا الفيديو سأتكلم عن بكالوريا 2022 وكيف ستكون، لأن الكثير من التلاميذ قالوا لي يا أستاذ كيف ستكون بكالوريا 2022، وهل الفصل الثالث راح يدخل في البكالوريا؟ بون، هذا السؤال يعني أنه كل عام يتم طرحه من طرف التلاميذ، وأنه حبيت نوضح لكم هو أنه البكالوريا أنه راح تكون كسابق البكالوريات، أنه البكالوريا من سنة 2008 إلى غاية سنة 2021 أنها نفسها، ولكن في الآونة الأخيرة هذه أنه بعض المواد أصبحت تعتمد على الفهم. مثال ذلك التربية الإسلامية، أنه التربية الإسلامية وقت فات كانت تعتمد إلا على الحفظ، ولكن هذا الوقت يعني أنه ولات تعتمد بزاف على الفهم. روحوا حلوا البكالوريات السابقة سنة 2008 و9 و10 تلقاوها سهلة، ولكن لما تجيو لهنا تلقاو باللي ولات انه يعتمدوا لكم على الفهم اكثر من الحفظ. فبالتالي نصيحه انه التربيه الاسلاميه افهموا وحفظوا منطق في جميع يعني المواد، حفظوا وفهموا باه تسلكوا ارواحكم في البكالوريا، لانه البكالوريا راهي تلعب على جزئيات صغيره. يعني مش العبره بانك تجهد نفسك بزاف، لا، العبره هو انك تعرف كيف تراجع بذكاء. كل ما انه راجعت بذكاء كل ما انك رايح ما تلقاش صعوبة إطلاقا في البكالوريا. كاين لأنه يحفظ بدون أنه يفهم ويجعل من عقله يعني مكان للحشو واللملمة، راح يعاني بزاف في البكالوريا لو يطرح السؤال بصيغة مغايرة، حتى وأنه حافظ ذلك الشيء ولكن إذا غير له الصيغة مش راح يجاوب، وهو الإجابة راهي عنده. فبالتالي أتمنى أنكم تأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، تاع الفهم أكثر من الحفظ، أحفظوا وفهم. انه الاسئله يعني راهي تتعاود من سنه 2008 الى غايه سنه 2021، والله لا انها راهي تتعاود. وعلى حساب المثال في ماده الاجتماعيات شعبه الاداب والفلسفه، هو انه المؤسسات الفاعله للنظام الدولي الجديد تم اعادتها في سنه 2021، وانه داروا لهم السؤال نفسه في سنه 2011، عاودوا لهم في سنة 2021 نفس السؤال، وهو المؤسسات الفاعلة للنظام الدولي الجديد. فبالتالي انتم حلوا بزاف البكالوريات السابقة، والله راح تديو علامة يعني عادي في مادة الاجتماعيات ولا المواد الأخرى. حلوا بزاف لي سوجي، اتفقنا؟ ومادة الاجتماعيات راني وصيتكم راهي سهلة. فيما يخص مادة الفلسفة، مادة الفلسفة هو أنه السؤال يطرح مباشر، ما كانش الأسئلة، الله أكبر، ما كانش الأسئلة يعني كما يقولوا هذيك الغامضة، لا، وإنما أسئلة مباشرة يقدر الطالب يفهمها. بالنسبة للطلبة اللي يقولوا لي يا أستاذ أسكو نختار الجدل ولا نختار الاستقصاء، هذا يرجع إلى طبيعتك أنت. إذا عدت فهم الجدل المليح اختار الجدل، إذا عدت فهم أنت الاستقصاء دير الاستقصاء، وأنت هو السيد الموقف. فيما يخص يعني أسكو يمدوا مليح على الجدل ولا ما يمدوش على الاستقصاء، راه ما كاينش منها يا طلبة، اللي يخدم كما يقولوا يدي، لأنه في الجدل تكتب بزاف، والاستقصاء راك أنك تدير موقف واحد فقط وأنك تدافع عليه. فبالتالي خير طريقة الجدل أنكم تديو نقاط أملاح، يعني والله للزوج يمدوا عليهم، يعني ما كانش يعني راني كما يقولوا على بالي بكل شيء في عملية يعني التصحيح إلى آخره ذلك. فبالتالي أنه والله لا يمدوا سوى للجدل ولا الاستقصاء. بالإضافة أيضا الفصل الثالث في البكالوريا أنه عادة ما نمدوا منه إلا أسئلة صغيرة جدا، وساعات ما يجيش إطلاقا. معظم البكالوريات انه يعتبر الفصل الاول هو القلب النابض او الدينامو للبكالوريا، يعني انه هو اطول فصل ولازم تركزوا عليه بشكل كبير، وبدايه الفصل الثاني. اما الفصل الثالث عفوا ديروا عليه رؤوس اقلام فقط، انه ما يتيحش في البكالوريا الا اسئله طفيفه. مثلا في الاسلاميه اذا اعطوكم سؤال من الفصل الثالث، انه راح يعطيكم سؤال واحد برك عليه نص نقطه. فبالتالي ما تتعبش روحك في الفصل الثالث وانك تجهد نفسك في الفصل الثالث، ركز على الفصل الاول والفصل الثاني وحل بزاف المواضيع، صدقوني غير تديو علامات جيده، راكم ما بقالكمش يعني الكثير والكثير. واش راكم داخلين جونفي؟ راكم ديجا في جونفي، دوك تضرب على روحك تلقى روحك افريل ماي جوان تعقب. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والبكالوريا ما راح يتغير فيها والو. انه الفصل الثالث حبيت نطمئنكم انه ماهوش راح يطيح عليه اسئله كثيره جدا، ركزوا على الاول وركزوا على الثاني، والى اللقاء.